أجيب لكم الأخبار الجيدة الجود نيوز. أنتم محظوظين بطريقة لا تدركونها. يعني قبل 5 سنوات لا توجد أي مؤسسة تعنى بمثل ما أنتم تشتغلوا فيه اليوم. هذا الأسبوع أنتم عندكم ورشة وبدأت قبل 4 أو 5 سنوات. في نفس الأسبوع جالسين نعقد في مسقط زملائكم 120 مشارك لورشة أخرى للبلوك تشين. ما في جهاز في الدولة تبننها. تبرعات شخصية حتى بعض الأفراد لبعض الشركات. وجبنا أفضل المتحدثين من البلوك تشين في العالم، 120 شخص جالسين يتربوا فيها. المتفوقين منهم 70 شخص، الأسبوع القادم راح نوصل 50 شخص آسف، راح نوصلهم الأسبوع القادم إلى صلالة. وراح يسووا دورة متقدمة في البلوك تشين ويستمتعوا بالخريف في نفس الوقت. الندوات هذه مستهدف فيها عادة شريحة معينة، لكن اللي نحن نشهده اليوم في مسقط مثل البلوك تشين ان عندنا طلبة جامعيين وعندنا طلبة دكتوراه. هذا يعني لان هناك علوم جديدة للجميع سواسية فيها. كثير من المشاريع وافكار المشاريع تنتهي بتخرج صاحبها من الجامعة. وهذا مهم جدا، انا يعني انبه بناتنا واخواننا وأولادنا بأن انتبهوا، يعني لا تموت أفكار مشاريعكم بتخرجكم أو بفوزكم بمجموعة جوائز، ولا يعني تتبعوا جوائز. يعني الذي لم يفز بالجائزة الأولى لا يعني أنه هو يعني مشروعه مش كويس. يعني هذا ما في، الفوز بالجائزة الأولى ليس له علاقة، وله علاقة بعدد الجوائز المتاحة فقط، لكن ليس له علاقة بجدول المشروع. هذا أمر في غاية. اثنين، امر اخر مهم جدا لبناتنا واولادنا، مشاريعكم اليوم هي نتاج عمل جماعي وليس عمل فردي. الثقافه العامه لا تساند العمل الجماعي في المشاريع التجاريه، وتلاحظون يعني اغلب اهالينا يشتغلون كتجار افراد. وتاجر الفرد بموته تنتهي التجاره. ولا تواظب. فنصيحه نصيحه نصيحه، يعني الاعمال التي يكتب لها النجاح هي الأعمال التي تعمل بنفس طريقتكم، يعني شركات ليست شركات فردية، وإنما شركات فيها عدد كبير من المساهمين. لسبب بسيط، أن فكرتك وفكرته وفكرتها تتضافر. الأمر الآخر، الفكرة ينبغي أن تكون يعني فكرة جديدة وبديعة وتحل مشكلة اقتصادية، كما أشار سابقا المهندس يوسف، تحل مشكلة عالمية، مشكلة اقتصادية. أنا ميساء بنت أحمد بن حمد الرواحية من تعليمية شمال الشرقية بولاية مضيبي. ميساء، كونك تشاركي في هذا البرنامج مثل ما ذكرتي لي أن رابع سنة على التوالي تشاركي في برنامج مئة مبتكر عماني، إيش الجديد اللي مختلف لهذا العام لمئة مبتكر عماني 5 عن البرامج السابقة؟ طبعا أول شيء أوجه كلمة شكر لكل الجهات المعنية التي تساهم في بناء هذا الوطن المعطاء وفي تغريس قوة الابتكار في الطلاب المجتهدين. طبعا كوني كمشاركة في السنة الرابعة للتوالي في 100 مبتكر عماني، طبعا أجد كل شيء جديد في التقديم، في المحاضرات، في كل شيء، في الأدوات المعطاة، كذلك في إنشاء شركات ناشئة للتعليم وناشئة من أجل الابتكار. فهذا قوة دافعة لدينا نحن كمبتكرين عمانيين في أن نكون قد البناء لهذا الوطن المعطاء لنا، لوطننا عمان الحبيبة. ذكرت لي يا ميساء الشركات الناشئة، إيش هذه الشركات الناشئة؟ ممكن توضحي لنا بالضبط شو المقصود بالشركات الناشئة داخل المجموعات؟ الشركات الناشئة هي عبارة عن شركات مبنية هنا من خلال عبارة عن أعضاء من الفريق، لكل شركة فيها رئيس تنفيذي، فيها الموارد البشرية، لكل فريق يقوم بعمل مشروع معين من خلال ما استفاده من الورشة التعليمية في 100 مبتكر 5.
هل تتوقعي الفريق المشكل للشركة الناشئة الاستمرار بعد البرنامج؟ أكيد بكل التأكيد، لأنه صار لدينا معلومات أكثر، صار لدينا دافع أكثر من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، الدعم الفكري من خلال الورشة المبنية السنة. شكرا ميس. لك العفو. صندوق العماني للتكنولوجيا احنا مملوكين للصناديق السياديه، واحنا صندوق صغير مركز على الاستثمار في التكنولوجيا. عندنا من مرحله الفكره الى مرحله كل منتج غير مكتمل يستثمر $50,000 مع تدريب لمده 3 أشهر، وكذلك اذا كان المنتج مكتمل بس يحتاج الى اكتساب الاسواق يستثمر $100,000 مع تدريب كذلك 3 أشهر في خبراء أجانب، جزء من التدريب في عمان وجزء من التدريب خارج عمان في أوروبا وفي الولايات المتحدة. وفي المرحلة الثالثة نستثمر $500,000 إلى $5,000,000. هذه نأخذ من مع المبتكر شراكة لا قرضا، لأن المشاريع الابتكارية مضي، لأنه يعني ما لازم يمكن من 50 من 100 مشروع ما مشكلة، حتى لو حتى إذا تعثر المشروع هو ما فشل، تعلم الناس منه. هو يعني الناس الناجحين اللي هم سووا مرة ومرتين وثلاث مرات، زين؟ لكن حتى إنه لو بسيط شيء منه نجح يغطي عوائده كل ما سواه. أنا بس أعطيكم مثال لشاب من جعلان جاء فكرة إحنا مستثمرين فيها. فكرته هيش؟ هذول صناديق العسل، خلايا العسل اللي يحطوهم في السيوح، سوى فيهم IoT. انتم تسويتوا IoT؟ سوى سنسر يوم ينترس الصندوق يرسل لك SMS يقول لك تعال اقتطفني. انزين، تعرفوا كم مليون خلية عسل في العالم؟ 90 مليون خلية عسل في العالم. فتشوفوا حجم السوق. هذا شاب من جعلان ويعطيك السنسر ماله، ويعطيك الهيوميديتي داخل خلية العسل ودرجة الحرارة، إذا كان النحل حي ولا ما حي. هذا ترى ما بعيد من جعله. When I look at you people working and doing your projects, it reminds me a little bit of when I was your age. None of what you're doing today was available to me. When I was 12 years old, I lied to my mother on summer vacation that I was going to work, but instead I was going to a computer class where I was learning about the very first computers. And the only reason she found out is because I got hit by a bus on the way home. So it wasn't good either way. So the good thing about it is that my love for computers has been at an early age, just like you. And technology moved so quickly that 20 years ago, I never would have thought that I would be putting a battery, a microcontroller, a recharge circuit into a credit card itself. Today we're putting biometrics into credit cards. We're doing, how many of you are familiar with biometrics? How many of you have used it? You're using it right now on your phones every day. When you unlock your phones with your thumb, using a biometric, right? Okay. Well, we're putting those into credit cards. And right here in front of me, on this circular device, we've designed a biometric based on an individual's heartbeat. So this device, even though it looks like a fingerprint, it actually works with your heart. And the reason we did that is because a fingerprint can be easily copied. So our customers wanted something that was 99.99% accurate, and being able to deliver 100% liveness detect, which facial recognition and fingerprint cannot offer today. So for our customers like at airports and airlines and government who require to make sure that our customers are 100% valid, we've designed circuits and electronics at a much more advanced pace. But I can't say that I'm extremely pleased with what I've seen. You guys are doing a fantastic job, and maybe one day you can come and work for me.
you.